يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه وآل بيته ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله في السر والعلن. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا